إذن سرطان المثانة وضيفنا البروفيسور سمير السامرائي. السلام عليكم بروفيسور. وعليكم السلام. هلا بالدكتور بسام. يا مرحبا. قبل ما نحكي عن سرطان المثانة وردني يعني اتصال أول أمس من أحد المستمعين كان لديه مشكلة ورمية في الخصية وطبعا تم معالجتها من 3 سنوات تقريبا لكن وهو في الأربعينات من العمر في بداية الأربعين مطلع الأربعين من العمر لكن المشكلة التي يعاني منها بروفيسور هي موضوع الضعف الجنسي وذهب إلى بعض العيادات لكن واستخدم بعض الأدوية لكن لم يشعر بالتحسن فماذا ننصح هذا المريض؟ أولا لازم نعرف بأنه دكتور بسام نعم أكون موجود صدى للكلام في صدى للصوت نعم طيب من نعاود يعني هاي المشكلة لازم نلاقي لها حل طيب نعاود الاتصال مرة ثانية طيب إذن يعني ريثما يتم التواصل مرة ثانية مع البروفيسور سيكون موضوعنا عن سرطان المثانة وسرطان المثانة من الأورام السرطانية الشائعة للأسف وطبعا نسبة الإصابة بهذا السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى تقريبا في السنة يعني يتم تشخيص حوالي أكثر من 80,000 شخص ما بين إناث وذكور بهذا السرطان طبعا قد لا يعرف البعض بأن طبعا هناك حتى يعني موجود البروفيسور طيب السلام عليكم هل مع أحسن حاليا هذا أحسن دكتور بسام إحنا يعني بنتكلم عن سرطانات بصورة عامة وأنا قلت لازم نوضح للمستمعين ما هو سرطان وبعدين نحكي عن الضعف الجنسي بعد علاج الأورام الخصية وخاصة الضعف الجنسي بعد علاج الخصية إلى طبعا إلى يعني 3 أسباب أولا نفسية ثانيا عضوية ثالثا لها علاقة بالمواد الكيميائية اللي يأخذها المريض بعد العلاج هذه علاجات السرطان الخصية وسأتحدث عنها في حلقة قادمة ولكن مختصرا بأنه هنالك يعني مضاعفات ضعف الانتصاب عند الرجل أو الشاب الذي يصاب بسرطان خصية وتقلع خصيته من جراء ذلك ويعالج بمواد بالعلاج الكيميائي ويحتوي على مادة السيسبلاتين وكذلك عملية قلع الغدد الليمفاوية بالحوض وما بعد البريتون وهذه قد تؤثر إلى يعني أو يعني ضرر وجرح في الأعصاب المؤدية للانتصاب وكذلك الشرايين اللي تغذي هذه المنطقة للانتصاب نعم وطبعا نتمنى دائما التشخيص الباكر وأيضا الوقاية حتى ما نصل وتحدث مضاعفات وأيضا تحدث يعني تأثيرات جانبية سواء للعلاج أو لغيره والتي تؤثر بشكل سلبي على حياتنا دائما التركيز على تحسين نوعية حياة الأصحاء والمرضى وهذا يتطلب دائما منا التسلح بالمعرفة والوقاية واليوم راح نتناول موضوع سرطان المثانة اللي حسب الأحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 80,000 تقريبا حالة تشخص سنويا والأسباب قد لا يعرف البعض مثلا أن التدخين أحد الأسباب بروفيسور صح احنا اول شيء يعني قلتها مره ثانيه السرطان المستمعين خاطر يعرفون السرطان عمد يتكون حين تبدا خلايا في الجسم بالتكاثر اعيدها عشوائيا وبدون رقابه في الجسم المصاب وقد تصاب بالسرطان خلايا في كل منطقه بالجسم وليس المثانه فقط وانما البروستات والكليتين والخصيتين كما ذكرتها قبل وكذلك الرئتين والثدي والقولون والدم هذه عامه يجب ان نعرف وهذه الأسباب الرئيسية اللي تؤدي إلى السرطان اليوم هي التلوث البيئي والطفرات الجينية في الخلايا وعدم تصليح هذه الطفرات من قبل السيستم أو النظام التصليحي للدي ان اي مؤديا إلى السرطانات وارتفاع نسبتها من جراء التلوث البيئي الهوائي والمائي والغذائي بقولها بعيدها يجب أن نأخذ الحذر وإذا رجعنا إلى سرطان المثانة فنقول من الأسباب الرئيسية هو تدخين التبغ ويعتبر العامل الرئيسي المؤدي إلى سرطان المثانة وبنسبة 60% وهذا يعني نسبة قوية جدا لأن المواد الموجودة بالتبغ المسرطنة للمثانة
وخاصة الأمينات العطرية الأروماتكس أمين، وكذلك الهيدروكربانات العطرية ذات الحلقات المتعددة يسموها بوليسيستيك أروماتيك هيدروكربون، هذه من العوامل التي تؤدي إلى سرطنة الخلايا وطفرات الجينية وعدم طبعا استطاعة النظام المصلح للدي ان اي ان يصلحها ويتكون السرطان 60%. اما التعرض المهني للكيماويات وهذا يصيب الرجال والنساء في نفس الوقت خلال العمل في مصانع الاصباغ وحفر البترول والمعادن، وهذه هم تؤدي الى الاصابة بنسبة 20 الى 25. اما المواد الكيماوية يعني الموجودة في هذه المصانع والحفر البترول فإنها مشتقات البترول والأمينات الأيريلية يسموها والأنيلين الموجود في الأصباغ، هذه تؤدي إلى السرطان وأثبت 20 إلى 25. التعرض يعني إلى منتجات الأصباغ والمطاط والمصانع المنسوجات والجلود والكيميات يؤدي كذلك إلى تكون هذا السرطان. طبعا فترة حدوث الإصابة بعد التعرض والكمون يعني 10 سنوات وبعدها ينشأ. يعني المواد البلاستيكية على سبيل المثال بروفيسور فيما سبق لم نكن نستخدمها نهائيا لا في الحفظ ولا في يعني حتى تعبئة المواد ولا في نعم، لكن وهي أيضا تضر بالبيئة يعني البيئة بشكل عام وليس فقط نعم طبعا تأثيرات لا تحدث مباشرة وإنما على مدار السنين، لذلك من يعني لا سمح الله يتم اكتشافه أو تشخيصه بأن لديه سرطانا في مكان ما من الجسم في عضو من أعضاء الجسم هذا يعني أنه نتيجة يعني تأثيرات سلبية تأثيرات بيئية أيضا وتلوث بيئي نتيجة سنوات وربما يعني عشرات السنوات أيضا في بعض الأحيان. الخناني اللي يحفظ بها الماء هذه مهمة لأن المادة البلاستيكية اللي موجودة بها تؤدي إلى سرطنة المثانة والكلية، والتعرض إلى أمينات المكلورة يعني كلورونايت أمين هذه في الماء، وكذلك الماء التناول كميات كبيرة من الماء المكلور يؤدي إلى هذا السرطان، وخاصة إذا توجد مادة الزرنيخ في منتشرة وخاصة يعني في المناطق في آسيا، ولهذا يكون الرز كذلك يعني متأثر بالزرنيخ وهذا يؤدي إلى سرطنة المثانة. والتعرض إلى الإشعاعات طبعا الأيونية وخاصة بعد العلاج علاج السرطانات، وكذلك المواد الكيميائية مثل السيكلوفوسفاميد بيؤدي إلى سرطنة الخلايا، وكذلك التهيج الالتهاب المزمن في المثانة من جراء قسطرة يعني يستعملوها بعد يعني بعض المرضى لأن لا يستطيعون التبول من جراء أمراض يعني عصبية، وكذلك في الإصابة بمرض عدوى البلهارجية هذا بيسوي هم سرطان المثانة. نعم، إذا عرف السبب بطل العجب، لكننا الآن نعرف الأسباب وأيضا نعرفها تماما ولكن للأسف لا نلتزم، ويعني للأسف أقول للأسف بكل حرقة أن الكثير من الأمراض يمكن الوقاية منها وأيضا يمكن للأمراض التي تحدث نتيجة جينات يعني أو نتيجة الوراثة أو ما شابه ذلك يمكن تشخيصها باكرا، لكن علينا دائما نقول التسلح بالمعرفة وأيضا امتلاك الوعي الكافي لاتخاذ القرار بشكل صحيح ومعرفة الأعراض. الأعراض مهمة لأن إذا يعرفها إذا شاف دم في البول أو تردد للحمام بكثرة وحرقة وانقطاع مفاجئ البول يجب أن يفهم أن يكون السبب سرطان أو يكون سرطان البروستات أو التهاب البروستات أو تضخم البروستات، هاي الأشياء يجب أن يعرفها كل رجل أو امرأة في حالة التبول الدموي من خلال نعم. لكن هذا يكون في يعني قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة أو يعني تطور المرض بدأ التردد إلى الحمام والتبول والحرقة وانقطاع البول المفاجئ بدون دم يجب أن يذهب، لأن قد يوجد دم بسيط ولا يرى إلا مجهريا خلال التحليل البولي، وهذا يجب أن نعرفه ونشخصه ونرسل يعني عينة من البول إلى المختبر لنعرف هل توجد خلايا سرطانية.
طيب نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 ورسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. وموضوعنا عن سرطان المثانة مع ضيفنا البروفيسور سمير السامر الرائي اختصاصي أمراض المسالك البولية وجراحة المسالك البولية والعقم عند الذكور في مدينة دبي الطبية. طبعا سرطان المثانة يصيب كلا الجنسين الإناث والذكور، لكن عند من أكثر؟ الرجال. نعم. الرجال أكثر من النساء. نعم. هذه يعني وخاصة يصابون يعني في العمر في تقدم العمر، لأن الخلايا والنظام نظام يعني تصليح الطفرات يتردع في تقدم العمر، وذلك أسباب طبعا الأيضية هذه اللي تصيب الرجال في تقدم العمر وتؤدي إلى نقص في ترميم هذه الطفرات الجينية. وإحنا يعني بنقول يعني دائما يجب أن نعرف بأنه هذا السرطان يعني هو السابع من السرطان الأكثر انتشار عند الرجال والسادس عشر بين السرطانات الأكثر انتشار عند النساء، يعني السابع عند الرجال والسادس عشر يعني النسبة أكثر عند الرجال. وطبعا نسبة الإطارة تختلف حسب الموقع الجغرافي، ويلاحظ الآن ومع الأسف الشديد نسبة الإصابة انخفضت في البلاد الغربية، وذلك بسبب الوقاية الأولية والثانوية. الأولية أقصدها يعني الـ 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 يعني التلوث البيئي والهوائي والمائي، يعني عندهم وقاية أولية والثانوية هو الفحص المنتظم والدوري. نعم. في هذه الأبرة. طيب رسالة تقول: هل التوتر ممكن أن يسبب تكرار التبول؟ نعم. وهذه دكتور بسام. نعم. آية بنرجع ونقول المثانة العصبية. نعم. هذا يصيب المثانة من جراء خلل مرضي من جراء أمراض عصبية، أمراض التهابية مزمنة، وهذه وكذلك نفسية، وهذه الأخيرة تكون عند النساء أكثر من الرجال. نعم. طبعا هناك أيضا بعض الأسئلة التي وردت، لكن يعني بطرحها على البروفيسور بتحت الهواء بالفاصل، وأيضا أزود من أرسل الرسائل بالإجابة لأني لا أستطيع طرحها مباشرة على الهواء. ونذكر دائما بموضوعنا عن سرطان المثانة، وهو طبعا سرطان يصيب كلا الجنسين لكن عند الذكور أكثر من الإناث. التركيز دائما على التشخيص الباكر، على الوقاية، على معرفة الأعراض، معرفة الأسباب، حتى طبعا تدخين الطبق. نعم. تدخين الطبق هذا أخطر واحد. نعم. رئيس 60% من سرطان المثانة. إذن رح نسمع مع نصيحة ومنتابع يعني موضوع التدخين موجودة نصيحة. طيب نسمع النصيحة. المعرفة أساس التوعية. التدخين قاتل ويضر بالجسم، ووفقا للدراسات تزداد نسبة بتر الأطراف لدى مرضى السكري المدخنين من 2 إلى 5 مرات. تجنب التدخين ولا تتردد في الإقلاع عنه، فالتدخين قاتل. نصيحة بلسم لتعزيز الصحة. المعرفة أساس التوعية. إذن التدخين بكافة أشكاله وألوانه وتصنيفاته يعني ضار وقاتل على المدى الطويل، ولا يسبب فقط سرطان الرئة وأمراض الرئة، إنما يسبب الكثير من الأورام والأمراض بما في ذلك سرطان المثانة اللي هو موضوعنا مع ضيفنا البروفيسور سمير السامرائي. طيب معي دقيقتين قبل الفاصل بروفيسور، وتكلمنا عن الأسباب وأيضا الأعراض حتى نتابع بعد الفاصل عن التشخيص والعلاج. نعم إن شاء الله. يعني الأعراض قلتها. نعم. يجب أن نعرف بأنه كل يعني أعراض تؤدي إلى التردد إلى البول إلى الحمام وتبول بكثرة وانقطاع مفاجئ للبول، أو أعراض اضطراب وظائف خزن المثانة، يعني الرجل أو المرأة تحس بأنه عندها إلحاح أكثر من اللازم، يجب أن تخضع إلى فحص سريري دوري لمعرفة هل هنالك التهاب جرثومي أو التهاب غير جرثومي في المثانة أو سرطان في المثانة. وكذلك يعني عند الرجل التهاب البروستات أو تضخم البروستات أو سرطان البروستات. هاي الأشياء الخمسة يجب أن تشخص من خلال الأعراض
وكذلك الفحوص السريرية، الفحوصات السريرية المتميزة التي تؤدي إلى تشخيص المرض وعلاجه مبكرا لكي نلحق بالدول الغربية ونخفض نسبة السرطانات في بلادنا العربية إن شاء الله. وبعد الفاصل نتابع حديثنا عن سرطان المثانة الذي يعتبر التدخين أحد أبرز الأسباب التي تؤدي لحدوث هذه المشكلة، مع ضيفنا البروفيسور سمير السامرائي اختصاصي أمراض المسالك البولية والعقم عند الذكور في مدينة دبي الطبية. السلام عليكم بروفيسور. وعليكم السلام على الدكتور بسام. إذن تكلمنا في البداية عن سرطان المثانة وأيضا الأسباب ومن أبرز الأسباب التدخين والأعراض أيضا، ودائما التركيز ونردد وننصح ونقول أي عرض مهما كان هذا العرض، إذا كان الشخص يعاني من التردد إلى الحمام أيضا، يعني ظهور الدم أو تغير لون الدم أو كذا في البول، فلا بد من مراجعة الطبيب مباشرة من أجل تشخيص وكيف يتم التشخيص في سرطان المثانة. مثل ما بنعرف السرطانات تمر بمراحل بروفيسور. صح، وإحنا نقول يعني علميا حوالي 7 من كل 10 حالات سرطان المثانة تشخص في مرحلة بدائية إذا ذهب الشخص بالأعراض اللي ذكرناها مبكرا إلى الطبيب، وعندما تكون قابلة يعني هذه بدائية تكون قابلة للعلاج درجة شافية كبيرة، ولكن رغم العلاج المبكر والمرحلة البدائية لهذا السرطان فإن هذا قد يتعاود والإصابة قد ترجع مرة ثانية. هل التشخيصات والوسائل التشخيصية الحديثة تعتمد أولا على تحليل البول وثانيا على القصة المرضية وخاصة المهنية، هل يدخن، هل يتعرض إلى مهنيا إلى الكيميائيات أو يتناول بصورة غير طبيعية المياه المكلورة، هذه كل الأشياء، أو أصيب بالتهابات مزمنة أو يستعمل القسطرة لتفريغ المثانة منذ الصغر، أو أصيب بالهارسية، هذه طبعا قليلة جدا موجودة في المناطق البيئة المستنقعات وغيرها في مصر وجنوب العراق كانت مشهورة. هل هذه الوسائل، وأهم الوسائل الأخرى هي أولا الفحص بواسطة الموجات فوق الصوتية، ويوجد هل الجهاز الجديد ذو الأبعاد الثلاثة نقدر نشخص تماما أين موقع السرطان ولو كان صغيرا جدا في المثانة، ونعرف بعد ذلك ماذا نقوم. أولا نقوم بذلك المنظار التشخيصي، والموجود الآن أحدث منظار يسموه البلو لايت، يعني المنظار الأزرق، هذا بيكتشف السرطانات اللي لا يراها المنظار الطبيعي للمثانة. وطبعا توجد مواد ملونة للسرطان وتراها في المثانة بصورة واضحة، بينما كان استعمال المنظار القديم يرى الأشياء الكبيرة أو ما أكثر من نصف سنتيم أو ذلك. هذا مهم جدا. إذا اكتشفنا السرطان فيجب أن يعني نبدأ في الوسائل التشخيصية المكملة لذلك. أولا يجب علينا أن يعني بنقوم بتشخيص السرطان نوعه، يعني هو طبعا نوعين خاص يعني أهم سرطان نوعين. إيه سرطان المثانة، هو أكو سرطان يسموه الخلوي. نعم الخلايا الحرشفية والحرشفية ذاك 5%، والخلوي هذا 95%. هلا إذا شخصناها من خلال العينة اللي نأخذها من المثانة نبدأ في الإجراءات الأخرى التشخيصية، وهي لازم يعني لأن إحنا نعرف هذا السرطان إذا كان في مرحلة متقدمة قد ينتشر في الكبد والرئة والعظام. يجب أن نعمل أولا التشخيص المقطعي للرئة والعظام وكذلك الرئة وكذلك للبطن والكبد. نعم.
طيب مثل ما بنعرف طبعا السرطان أيضا يمر بمراحل، وأيضا حسب الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية معدل البقاء على قيد الحياة بعد التشخيص إذا كانت في المرحلة اللي هي زيرو تصل إلى 98%، إذا كانت في المرحلة الأولى 88%، وكلما يعني تطورت أو تطور المرض أو تقدمت المرحلة تقل نسبة البقاء للأسف على قيد الحياة. في المرحلة المتقدمة تصل إلى 15% فقط، لذلك التحقيق على التدخل الباكر دكتور. نعم، ولهذا 7 من كل 10 حالات سرطانية. نعم. للمثانة إذا اكتشفت وشخصت مبدئيا وبدائيا بحيث أن يكون السرطان يعني لا يتوغل إلى ما بعد العضلة المثانية، هذا يسموه المرحلة الأولى، وهو يصاب الغشاء وطبقة البدائية من العضلة، وإذا توغل إلى العضلة كاملا ولا سمح الله اخترق الغشاء المثاني، فإن هذه المرحلة تعتبر المرحلة الثالثة والمتقدمة، ويجب أن تقلع المثانة جذريا وتعوض بمثانة يعني تجرى جراحيا وتلحم مع الحليل، ويستطيع الشخص أن يتبول بصورة صحيحة طبيعية. نعم، إذا نتمنى دائما الانتباه وعدم التأخر في مراجعة الطبيب. وموضوعنا عن سرطان المثانة مع ضيفنا البروفيسور سمير السامرائي، اختصاصي أمراض وجراحة المسالك البولية والعقم عند الذكور في مدينة دبي الطبية، وطرق التواصل على الهاتف 600-55-1414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. هناك استفسار يقول هل يعني ينصح بالذهاب إلى الطبيب لإجراء كشف بشكل عام عن مثل هذه الأمراض والأورام، وفي أي عمر طبعا يجب أن تتم هذه الزيارة؟ الحقيقة احنا بننصح النساء والرجال ما فوق سن 30 أن يخضعوا إلى الفحوصات العامة، وعند النساء طبعا فحوصات الثدي، لأن سرطان الثدي يجب أن يعني يخضع إلى فحوصات مبكرة، وعند الرجال ما فوق سن 40 يعني أولا تضخم البروستات وسرطان البروستات وكذلك السرطانات الأخرى الكلية والمثانة، وهذه يجب أن يخضع الرجل ما فوق سن 40، والشباب ما بين سن 20 و35 قد يصابون بسرطان الخصية بالنسبة يعني الحقيقة سرطان الخصية يعني 5% يقدر عالميا عند الشباب، وذلك لأسباب طبعا أولا الخصية الهاجرة هي من الأسباب الرئيسية، وأسباب وراثية أو تلوثية أخرى تؤدي إلى سرطان هذا. هذا هؤلاء الشباب إذا كانت عندهم بالقصة المرضية الخصية الهاجرة يجب أن يخضعوا ما بعد سن 20 دوريا إلى فحص الخصية، وكذلك يعني أكو يسمون مارك يعني ماركر، وهي عبارة عن فحوصات مختبرية تدل على إصابة الخصية بذلك أم عدمها، وهو الكوريون يعني هيومن كورينوجرافين وكذلك الألفا فيتوبراجين. هذه يجب أن نعملها عند الأشخاص الذين عندهم خصية هاجرة في شبابهم أو عند الصغر وبلغوا 20 يجب أن يخضعوا، أما الباقين وإحنا قلنا فوق 40 الرجال يعني في من 40 إلى 70 يخضعوا دوريا وسنويا إلى الفحوصات العامة لكشف السرطانات كلها. طيب رسالة أيضا تقول هل الالتهابات المتكررة في المثانة يمكن أن تؤدي أيضا إلى لا سمح الله سرطان المثانة؟ وهذا قلت له من الأسباب. نعم. من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى تغيرات وطفرات جينية في الخلايا المثانية هو الالتهابات المزمنة للمثانة، إن كانت جرثومية أو غير جرثومية أو طفيلية أو مثبوت علميا العدوى بالبلهارية، وتكون سرطان المثانة الحشرفي. طيب أيضا نريد أن نذكر ببعض الأدوية والمكملات الغذائية التي أثبتت الدراسات أو ربطت الدراسات ما بين تناولها وما بين الإصابة بسرطان المثانة،
مثل الدواء المعروف اللي هو الأكتوس يعني لمرضى السكري. وطبعا هناك كان تحذير من الـ FDA من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منذ سنوات حول هذا الدواء, ونتمنى دائما الانتباه للتأثيرات الجانبية للأدوية. وهناك أيضا بعض المكملات الغذائية الأخرى التي يمكن أن تسبب طبعا مثل هذا السرطان. في الحقيقة الأدوية اللي تؤدي إلى السرطان, سرطان المثانة, يعني قليلة جدا الحمد لله. نعم. وكذلك صحيح. المكملات يعني الحقيقة أكثر العوامل الأساسية والرئيسية اللي تؤدي إلى سرطان الخلية المثانية هو التدخين, التبغ, وكذلك الكيميائيات, وكذلك الكلوريدات, وكذلك الالتهابات المزمنة. هاي الأسباب الرئيسية, والماء المكلور يعني هذا يجب أن يحتوي على مادة الزرنيك. هذه الأسباب هي عوامل خطورة إصابة عالية جدا. أما تناول الفيتامينات بصورة صحيحة وغير يعني فوق العادة, ونقول يعني ما يعني يأخذ الإنسان بإفراط هذه السبلمنت أو يعوضها بالفواكه والخضروات يكون وقائيا أكثر من يأخذها كحبوب. نعم. وأيضا يعني أشرت إلى نقطة مهمة, طبعا يعني لا أعتقد بأن مثل هذا المياه موجودة لدينا, لكن طالما أنه في كتير أشخاص بيسافروا طبعا ممكن يشربوا المصادر من مصادر مختلفة من المياه التي تكون أو يكون بها الزرنيخ. نعم. والزرنيخ أيضا والزرنيخ طبعا. نعم. فالانتباه دائما إلى ماذا نأكل وماذا نشرب قبل أن يعني ندع مثل هذه الأطعمة أو حتى المأكولات أو حتى المشروبات أن تدخل إلى أفواهنا وإلى أجسادنا. نعم. تؤثر على صحتنا العامة. نعم. طيب يعني التشخيص, تم التشخيص. نعم. والعلاج. نعم. العلاج قلنا أولا إذا كانت بالمراحل البدائية نستطيع أن نقلعه من خلال المنظار بواسطة الليزر أو تبخيره بواسطة المنظار, وكذلك قلعه جذريا. وإذا يعني شخص مجهريا ونسيجيا بأنه هاي المرحلة الأولى, فنستطيع أن نعطي للمريض مادة البي سي جي المناعية في المثانة ولمدة أسبوعيا بعد العملية ب 14 يوم, أسبوعيا لمدة 6 أسابيع, وبعدها شهريا لمدة 11 شهر. وطبعا يبقى تحت المراقبة والمنظارية خاصة في كل 3 أشهر, ونرى يعني الحقيقة الشفاء أو نقول عدم الإصابة خلال 10 سنوات الأولى بنسبة 10% فقط للذين لا ينتبهون إلى العوامل الرئيسية التي أدت إلى إصابتهم بذلك, وهي التدخين والتعرض للمواد الكيميائية التي ذكرتها والالتهابات المتكررة في المثانة, وهذه هي الأساس. نعم. الوقاية من هذه الأمراض. نعم. وطبعا نقول للأسف يعني معظم الحالات يتم اكتشافها في عمر 50, يعني في عمر العطاء, في سن وأوج العطاء وأواخر الأربعينات وبداية الخمسينات. فطبعا هذا أيضا يشكل خسارة بشرية وخسارة اقتصادية, ودائما التركيز على الوقاية حتى ما نتعرض لمثل هذه الأمراض والأورام, بما في ذلك موضوعنا لليوم اللي هو سرطان المثانة. ماذا تنصح بالدقائق المتبقية بروفيسور؟ في الحقيقة أنصح أولا الوقاية أن نكون يعني حذرون من التدخين. أولا التدخين يجب أن نتركه, ولأن الهواء والماء والغذاء متلوث, وارتفاع نسبة التلوث الآن عالية جدا. يجب أن نتناول مواد ضد الأكسدة التي يسببها هذا التلوث, وهي الفواكه والخضروات, والامتناع عن تناول اللحوم المهرمنة يعني المتأثرة بمواد مبيدات الحشرات التي غذيت منها. هذه يجب أن نعرفها, ويجب أن يخضع المريض دوريا أو الشخص ما فوق 30 دوريا إلى الفحوصات العامة, وما فوق 40 الخاصة بالسرطانات. هذه يجب رجالا ونساء. نعم.
وطبعا نعود لنركز على موضوع التدخين فيما يتعلق بسرطان المثانة بشكل أساسي طبعا، ونذكر أيضا بعدم إهمال أي عرض يتعلق بتكرار الذهاب إلى الحمام، أيضا الإكثار من شرب الماء مهم جدا حتى ما تحدث لدينا مشاكل، وأيضا بالنسبة لحرقة البول أو الأعراض الأخرى التي ترتبط بالالتهابات فمراجعة الطبيب، يضع الطبيب الخطة العلاجية المناسبة وبالتالي يقلل من تعرضنا لمثل هذه المشاكل سواء التي تصيب المثانة أو تصيب البروستات أو الإحليل أو أي منطقة. نعم. وكما تبقى القاعدة. نعم. الوقاية خير من العلاج. نعم، درهم وقاية خير من قنطار علاج، لكن هذه المقولة القديمة المتجددة دوما للأسف لا نقدر قيمتها إلا بعد أن نصاب بالمرض مع الأسف الشديد. هاي التوعية، وإحنا يعني برنامجك دكتور وسام نشكرك إلى، لأن هذا إلى يعني دور الأساسي في التوعية الصحية وطبعا الوقاية من السرطانات والأمراض الأخرى. نعم، نتمنى دائما الصحة للجميع، وكل الشكر للبروفيسور سمير السام الرائي اختصاصي أمراض وجراحة المسالك البولية والعقم عند الذكور في مدينة دبي الطبية. بروفيسور سمير شكرا جزيلا لك. وأنا ممنون.